ليعلم أنه أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم في الجنة هو رؤيتهم لله عز وجل. ليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله، يرون الذي لا يشبه شيئا، يرون الموجود بلا مكان. لا يكون الله في الجنة ولا يقال خارج الجنة، لا يقال داخل الجنة، يرون بأعين رؤوسهم الله الموجود بلا مكان. الله قادر على أن يعطيهم هذا. فالله لا يسكن الجنة، انتبه. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من حيث عدم الشك برؤيتهم للقمر ليلة البدر. لما تشوف القمر ليلة البدر، هل بتشك هذا أمر أو سيارة أو طيارة أو ترين؟ لا، تعرف أنه هذا أمر، هذا قمر، ما بتشك. فإذا المؤمنون في الجنة يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون أن الذي يرونه هو الله أم غير الله، يعرفون أن هذا الله. فالنبي لم يشبه رب العالمين بالقمر، انتبه أبو سطيف، النبي ما شبه رب العالمين بالقمر، إنما النبي شبه رؤية المؤمنين لربهم من حيثية عدم الشك برؤية الواحد للقمر في ليلة بدر. في ليلة البدر يعني في ليلة واضح أن هذا القمر، لا يشك أن هذا القمر أم غير القمر. وهكذا المؤمنون وهم في الجنة يرون الموجود بلا مكان الذي لا يشبه شيء، ولا يشكون هل هذا الله أم غير الله. وليعلم أن الأولياء في الجنة يرون الله كل يوم مرتين، كل يوم مرتين أولياء الله يرون الله في الجنة، أما سائر المؤمنين بالأسبوع مرة. يعني اللي منن من الأولياء يرون الله في الأسبوع مرة واحدة في الجنة.